بوتين يهدد الغرب من جديد، الصواريخ النووية الروسية ستصوب نحو الأهداف الأمريكية في أوروبا، فهل يعيد التهديد والوعيد أجواء الحرب الباردة ما بين القطبين؟ على كل حال، رسالة تحذيرية للغرب وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرة أخرى، اختار أن تكون هذه المرة خلال مشاركته في عرض بحري في سان بطرسبرغ، ليعلن أن عملية تطوير العديد من الأنظمة القتالية الضاربة دخلت مرحلتها الختامية. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدد باستئناف إنتاج أسلحة نووية متوسطة المدى إذا مضت الولايات المتحدة في خططها الرامية لنشر صواريخ في ألمانيا أو في أي مكان بأوروبا. إذا نشرت الولايات المتحدة أسلحتها في ألمانيا، فإن روسيا ستعتبر نفسها غير مقيدة بأي اتفاق أو قرار بعد ذلك فيما يتعلق بنشرها صواريخ نووية متوسطة وقصيرة المدى. في المقابل، البيان الأمريكي بخصوص خطط واشنطن نشر أنظمة صاروخية عالية الدقة في ألمانيا يذكرنا بالحرب الباردة. طبعا بوتين أكد بأن روسيا لم تنتج مثل هذه الصواريخ منذ إلغاء معاهدة كانت تحظر انتشار الصواريخ النووية متوسطة وقصيرة المدى، وانسحبت واشنطن رسميا منها بالعام 2019، وهي معاهدة الحد من انتشار القوى النووية كما قلنا قصيرة ومتوسطة المدى التي عقدتها مع روسيا بالعام 87. وفقا لهذه المعاهدة، يتعهد الطرفان أو كانا يتعهدان بعدم صنع أو تجريب أو نشر أي صواريخ باليستية أو مجنحة أو حتى متوسطة، وتدمير كافة منظومات الصواريخ التي يتراوح مداها المتوسط بين 1000 و5000 كيلومتر والقصير بين 500 و1000 كيلومتر. لكن كيف بدأت قصة هذا التوتر الجديد؟ مطلع يوليو الجاري، برلين أصدرت رفقة واشنطن بيان مشترك أكدت فيه الولايات المتحدة أنها ستبدأ بالعام 2026 في نشر منظومات صاروخية بعيدة المدى في ألمانيا. البيان أوضح أن أهم هذه الصواريخ توماهوك. صاروخ توماهوك هذا بعيد المدى يتم إطلاقه من الغواصات وسطح البحر والأرض والجو، ويمكن أن يزود برأس نووي ويسير نحو هدفه بسرعة 880 كيلومتر في الساعة الواحدة. وبفضل نظام توجيهه بالرادار يمكن أن يحلق على علو يتراوح بين 15 و100 متر عن الأرض. هذا الصاروخ أيضا هو فعال ضد بنى تحتية مهمة مثل الأبنية والثكنات والمطارات وأهداف محصنة أخرى، ويصل مدى إلى 2500 كيلومتر، علما بأن المسافة من ألمانيا إلى الأراضي الروسية تبلغ حوالي 1200 كيلومتر. التهديد والوعيد بين موسكو وواشنطن على أرض ألمانيا، وألمانيا تواجه في الوقت الحالي صراع الميزانية الدفاعية والنائب نفسها عن إنفاقها المزيد على الدعم العسكري لأوكرانيا. وزير المالية الألماني حذر وزير الدفاع في البلاد من أنه لن تكون هناك أموال إضافية لتحديث القوات المسلحة بما يتجاوز ما وافقت عليه الحكومة الائتلافية. لدى وزير الدفاع السيد بيستوريوس برنامج خاص بقيمة 100 مليار يورو لتحديث القوات المسلحة، وهذا البرنامج لم يكن لأي من أسلافه ويمكن العمل به ولا بد أيضا من إدارته، لكن فيما يخص المتطلبات العاجلة والالتزامات لا بد أن يكون هناك دائما حصة 2% لحلف شمال الأطلسي على مدى السنوات القليلة القادمة. أما أمل تحقيق النصر في أو على روسيا في الأرض الأوكرانية فقد بدده رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، حيث دعا الدول الأوروبية إلى التحول لسياسة السلام في أوكرانيا قبل فوات الأوان، وأشار إلى أن الأوكران باتوا يدركون ذلك. أوربان حذر من أن الاتحاد الأوروبي سيواجه عواقب وخيمة لسياساته الحالية تجاه أوكرانيا إذا فاز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية. الوقت في صالح سياسة السلام، لقد فهم الأوكرانيون ذلك بالفعل، والآن يجب على الأوروبيين أن يعودوا إلى رشدهم قبل فوات الأوان. ترامب على الأبواب، إذا لم تتحول أوروبا إلى سياسة السلام بحلول ذلك الوقت، فبعد فوز ترامب سيتعين عليها أن تفعل ذلك مع الاعتراف بهزيمتها في خجل، وستتحمل المسؤولية.
مزيد من النقاش والتحليل حول كل هذه التطورات من برلين. أرحب بضيفي الخبير في الأمن الدولي والشؤون الأوروبية الدكتور مصطفى العمار. دكتور العمار، أهلا بك معنا في التاسعة على سكاي نيوز عربية. والآن برلين تسرع في تعزيز القدرات الدفاعية لها، إلى أي درجة ما تقوم به يعكس مخاوف حقيقية من مواجهة قد تكون عسكرية ما بين برلين وموسكو كما قالت بالعام 2029؟ مساء الخير عليكم وعلى المشاهدين الكرام. طبعا برلين تأخرت برلين كثيرا لهذه الاستعدادات، خصوصا انه روسيا كانت تبيد هذه النوايا كلها من الغزو الى اوكرانيا وايضا التحضيرات العسكريه منذ تقريبا عام 2014 عندما احتلت جزيره القرم. لكن اعتقد انه الان السياسه اللي اشارت المرو وايضا ذكرتها بتقريرك المفصل، حتى وزير الماليه السيد كريستيان لينا وقال انه لا توجد هناك اموال لدعم الجيش القوات الألمانية البوندسفير، وهذا يدل على أن هناك توجد ثغرات ومخاوف على حكومة السيد أولاف شولتز. يجب أن يكون غلق أو ملء لهذه الفراغات حتى يكون هناك فعلا استعداد إلى ألمانيا بأن تكون فعلا مواجهة لمواجهة الحرب ومواجهة أي تحديات لربما سوف تحصل في المستقبل القريب. ألمانيا بحاجة الآن إلى تعبئة، تريد هناك أيضا زيادة في أعداد الجيش في صفوف الجيش، منها القوات المدفعية والمشاة والبحرية والجوية وغيرها والعديد من أصناف الجيش، لكن هذا يحتاج إلى أموال طائلة، يحتاج إلى أيضا تطوير للبنية التحتية. لا توجد لدينا هنا للأسف البنية التحتية كلها قديمة وكلاسيكية تحتاج إلى تطوير، مثل ما يعرف الجميع أن روسيا الآن تشن حرب هجينة بكل الأساليب بكل الأنواع، والتصدي لهذه الحرب الهجينة ليس فقط في ألمانيا وإنما لأوروبا. يجب أن يكون هناك تكاتف حتى نصل إلى ما ينفقه الاتحاد الأوروبي وما تنفقه دول شمال الأطلسي 2% حتى نكون بالمستوى المطلوب. وإذا لم نستطع الوصول إلى هذا الجزء أو إلى هذه المرحلة فليس من العيب أن يكون هناك تكاتف بين الحلفاء والشركاء حتى يتم هنا تغطية إلى هذه الفراغات أو ملء لهذه الفراغات. لكن أعتقد السيد أولاف شولتز لربما نام كثيرا وغفى عن هذه التطورات. يعني سيد العمار أفهم منك أنه الآن نشر صواريخ أمريكية بألمانيا هو ليس فقط لدعم أوكرانيا أو تعزيز دفاعات الناتو حول أوكرانيا، هو أيضا ربما لتغيير استراتيجية التسلح. يقال أن الحرب الأوكرانية أظهرت أعطاب كبيرة جدا بالسلاح الألماني أيضا. الحرب الروسية على أوكرانيا يعني أظهرت لنا العديد من الأخطاء، أظهرت لنا هناك العديد من الأمور التي لم تأخذ بعين الحسبان من قبل كل الحكومات السابقة والحالية. كان يجب هنا الإنفاق وإعطاء الصلاحيات للعديد من الشركات التسليح بأن تصنع وتطور البنى التحتية الأمنية العسكرية. بالتأكيد أنه في مصلحة ألمانيا يكون هناك فعلا وجود لمثل هذه الصواريخ حتى يكون هنا أيضا حفظ للأمن والاستراتيجية الأوروبية الأمنية. لكن أنا مستغرب، والعديد أيضا من السياسيين وأيضا المحللين والخبراء في الأمن والدفاع يجدون أن هناك روسيا تريد أن تلعب دور الضحية وتقول نحن هذه انتهاكات لروسيا وإلى العالم بوضع هذه الصواريخ على الأراضي الألمانية. أولا ألمانيا توجد لديها قواعد عسكرية منذ الحرب العالمية الثانية، قواعد عسكرية أمريكية، وهناك تعاون وتبادل مستمر ومشترك مع دول قوات شمال الأطلسي الناتو، وهناك لدينا العديد من المعسكرات والهيدكوارترز موجودة على الأرض الألمانية، وهذا لا ضرار أن يكون هناك أيضا فعلا تطوير إلى هذه الدفاعات العسكرية. يوجد هنا تخطط يعني الولايات المتحدة لوضع ثلاث صواريخ على في ألمانيا أو في المنطقة. لكن التوقيت هو اللي لافت سيد العمار، التوقيت هو اللي لافت، لأنه اليوم حتى أوكرانيا على لسان زيلنسكي قالت إنها قد تكون منفتحة على أي مباحثات سلام لتنهي الحرب مع روسيا. فيكتور أوربان رئيس الوزراء الهنغاري قال الوقت للسلام، الأوكران فهموا ذلك، على الأوروبيين العودة لرشدهم بين هلالين. فترامب على الأبواب. ترامب على الأبواب أو ليس على الأبواب، أعتقد أنه على أوروبا أيضا عليها البحث في تطوير وتعزيز أمنها الدفاعي هنا في أوروبا، سواء كان مع الناتو أو من غير ترامب. لا نعرف ماذا سوف يجلب لنا المستقبل، لكن من الجيد أن يكون هناك أيضا تكاتف أوروبي وتكون هناك مظلة أمنية أوروبية، وإن كان هناك تعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية مستقبلا وهذا ما نوده أن يكون، فسوف يكون هذا من الجيد. بخصوص ما ذكرت إياه ولوحتي له بخصوص يعني زيلينسكي يقول أنه هناك ضغوط
ضغوطات من قبل الشعب، بالتأكيد الشعب يضغط عليه لأنه هناك فقر بالدعم الأوروبي والتسليح للجيش الأوكراني، خصوصا هذه معركة جدا طاحنة ومعركة قوية، من أعظم الجيوش من أعظم البلدان، روسيا لا يستهان بها، لكن تترك بوتين هناك لحاله بدون أن تدعمه بكل قوة أو تضعه على الأقل في أن يكون عضو في شمال الأطلسي، أعتقد أن لم يتم هذه الأشياء كلها على زيلنسكي على زيلنسكي على زيلنسكي أن يكتب مذكراته يوميات رجل مهزوم، لكن أعتقد إذا تم هنا تعزيز وإعطاء كافة ما يحتاجه أوربان، يقول أنه الناتو والدول الأوروبية هم الذين سينهون الحرب بإعلان هزيمة مذلة حال أصبح سيد البيت الأبيض هو دونالد ترامب. لا يعكس هذا شيء من الواقع سيد العمار؟ لا أعتقد يعكس شيء من الواقع، لكن إذا كان سوف الواقع جدا مرير إذا لا تعرف كيف استغلال وإذا استثمار العلاقات سواء كانت مع السيد ترامب أو مع أي أحد سوف يكون في البيت أو السيدة كاميلا، أعتقد أنه سوف يكون هناك تقريبا يجب أن يكون هناك تقارب، لا نستطيع التخلي عن الولايات المتحدة الأمريكية مهما كانت النتائج، لكن من ينتخب هو الشعب الأمريكي ويجب أن يكون احترام لإرادة الشعب الأمريكي وللناخب الأمريكي. نحن هنا في أوروبا أعتقد تركنا وأهملنا جوانب جدا كبيرة، منها أيضا أن يكون لدينا فعلا علاقات جدا متطوره مع اندو باسفيك وغيرها، يجب علينا ان يكون هناك فعلا ترتيب لكافه الاوراق ولكافه السيناريوهات. كانت اوروبا تعتمد على السيد انجيلا ميركل، لكنها لم تكن هنا تحسب ماذا بعد خروج السيد انجيلا ميركل من هنا، ماذا عن المصالحات، ماذا عن السلام. اوروبا كانت ولا زالت منفتحه على السلام، وقالت السيد اورسولا فون دير لاين اذا اوقف بوتين الحرب في اوكرانيا سوف يكون هناك سلام، لكن اذا لم يتم هناك وقف لهذه الحرب والنهايه لها سوف يكون هناك لم يعد هناك اي مكان لاوكرانيا على الخارطه. هذا معناه يحتاجنا الى تعزيز، ولاعتقد انه من الاشياء الخطا ان يكون هناك ايضا قواعد توسع القواعد الامريكيه على الاراضي الالمانيه، لكن لا اعتقد هذا الشيء سوف يحصل اذا تم انتخاب السيد ترامب، لان مثل ما يعرف الجميع عندما تم انتخاب السيد ترامب في الماضي كان هناك سحب للعديد من القوات الامريكيه من الاراضي الالمانيه، وكان هناك توتر في العلاقات الامريكيه الالمانيه، لكن يعني هو ابعد من ذلك، قال من لا يدفع الاموال التي عليه للناتو لن يتمتع بحماية، يعني هل هذا هو وراء التحركات الألمانية السريعة مؤخرا؟ ولو أنه عملية النشر هذه لن تنشر قبل عام 2026 بحسب التصريحات طبعا بالتأكيد طبعاً. أعتقد السيد ترامب بهذه النقطة جدا واقعي وصريح، لأنه إذا لم يكن هناك دفع أو لم يكن هناك يعني إعطاء جزء الذي تتكفل به ألمانيا سوف يكون هناك فعلا تقصير على ألمانيا مثل ما يقولون عليها أن تعمل الهومورك الذي المخصص بها وإعطاء ما تحتاجه من تأمين الأمريكية حتى يكون هناك فعلا تكاتف وتساوي في العباء. لكن أعيد وأكرر، أوروبا للأسف يعني أخفقت في الكثير من أمور سياستها الأوروبية القديمة. طيب أوروبا أخفقت، ولكن ألمانيا لا تغامر بهذه الإجراءات المصحوبة بتصريحات ندد بها الكريملين. هي قالت مطلع هذا العام بفبراير تحديدا نحن نستعد لحرب ستكون ربما بالعام 2029 مع روسيا. ألا تعد مثل هذه الإجراءات مغامرة؟ أنه تحدثنا في العرض قبل قليل عن الصواريخ التي تطورها أو يمكن أن تطورها روسيا والمسافة 1200 كيلومتر ما بين موسكو وبرلين، أليست هذه مغامرة ألمانية برأيك؟ نتبادل لدينا هنا في مجلس الأمن القومي، أنا كعضو في مجلس الأمن القومي لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي ونحن على الأبواب أن يكون لنا تكون لنا الحكومة في السنة القادمة، نتبادل هنا وتشاور مع العديد من الأخصائيين والخبراء في الأمن والدفاع وأيضا مع جنرالات الجيش الألماني. تحتاج ألمانيا إلى بعد 5 سنوات تقريبا تكون جاهزة للحرب، نحتاج إلى جيش قوي، نحتاج إلى بنى تحتية، وهذا ليس بشيء معيب، بالعكس علينا هنا إعادة ترتيب كل أوراقنا حتى نكون مستعدين لأي خطر لربما سوف يهدد الأراضي الأوروبية وألمانيا مستقبلا. شكرا جزيلا من برلين ضيفي الخبير في الأمن الدولي والشؤون الأوروبية دكتور مصطفى العمار على هذه الإيضاحات القيمة معنا بالتاسعة على سكاي نيوز عربية.